فهنا النتائج بتاعتنا طالعه statistically significant. طب سؤال برضه، هي ليه هنا طالعه statistically significant؟ الانترفال دي ما بتعديش بالزيرو، فبالتالي النتائج دي statistically insignificant من الكونفيدنس انترفال. انا حتى انا لو ما شفتش البي فاليو خالص ممكن اتوقع من الكونفيدنس انترفال ان النتائج دي statistically significant عن طريق الكونفيدنس انترفال. في الحاله دي الكونفيدنس انترفال هنا ما بتعديش بالصفر، فبالتالي النتائج دي statistically significant. طيب يعني ايه برضه ما بتعديش بالصفر؟ ما بتعديش بالصفر معنى ان النتائج دي ما بتعديش بالصفر يعني انا ما عنديش احتمال ان الدوايين يطلعوا زي بعض. لو الدوايين طلعوا، لو عندي لو الانترفال دي بتعدي بالصفر، فانا عندي احتمال ان الشخص ده لو خد الدواء ما يحصلوش اي حاجه خالص، اكنه خد بلاسيبو، اكنه ما خدش حاجه اصلا. في الحاله دي حتى لو البي فاليو طلع، حتى لو البي فاليو بتاعتي طلع سيجنيفيكانت والانترفال بتعدي بالصفر، النتائج دي مش مقبوله برضه، مش مقبوله خالص. يعني ليه؟ لان انا عندي احتمال ان النتائج بتاعتي، ان النتائج بتاعتي الانترفال واللي بيعدي بالصفر. يعني انا دلوقتي عندي احتمال ان انا لو اديت الشخص ده الدواء اكن اديته بلاسيبو، يبقى الدواء ده ملوش لازمه. لو احتمال واحد بس، لو احتمال 1% ان انا ادي الدواء ده للشخص واكني اديته البلاسيبو ملوش اي تاثير، في يعني الانترفال بتاعتي بتعدي بالزيرو، يبقى الدواء ده ملوش لازمه. بعتبر ان النتائج دي statistically insignificant حتى لو البي فاليو 0.05 او اقل. يعني زي المثال الثالث بالظبط. المثال الثالث الانترفال بتاعتي معديه بالصفر اللي هي سالب 15 و25. تمام كده. نيجي بقى للمثال الرابع. المثال الرابع ال 95% confidence interval اللور ليميت بتاعها 0.8 والابر ليميت 3. النتائج دي لو قلنا مثلا النتائج دي نتائج كيس كنترول ستادي، فبالتالي في الكيس كنترول ستادي زي ما قلنا انا بحسب الاودز ريشيو والكونفيدنس انترفال بتاعتي طالعه بالشكل ده. النتائج دي من غير ما اشوف البي فاليو statistically significant ولا لا؟ عشان معنى انها عدد بالواحد يبقى مفيش فرق بينهم اساسا، كانك برضو اديته بلاسيبو نفس الفكره صح. بتاعت البي فاليو كده عندي احتمال فعلا ان انا لما ادي الشخص ده الدواء او احتمال ان الانترفال بتاعتي عادل بالواحد، يبقى ده معناه ان النال هايبوثيسز او الالتيرناتيف هايبوثيسز بتاعتي غلط. يعني النتائج بتاعتي انسيجنيفيكانت، يعني الريسك فاكتور لو انا مثلا بشوف ريسك فاكتور يبقى الفاكتور ده عندي احتمال ان هو ملوش تاثير، يعني مش ريسك فاكتور اصلا. زي ما قلنا لما الاودز ريشيو يبقى يعني بتعدي بالواحد او قيمتها بتبقى واحد، يبقى الفاكتور ده ملوش اي تاثير ولا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، يعني ولا بيزود نسبه الاصابه ولا بيقلل نسبه الاصابه. فبالتالي في الحاله ديت الكونفيدنس انترفال عدد بالواحد، فبالتالي النتائج عندي statistically insignificant. وده بينطبق على الاودز ريشيو والريسك ريشيو والهازارد ريشيو. نيجي بقى للمثال. المثال عندنا دي ستادي بتقارن بين الباسريوتايد والهيدروكورتيزول في تقليل نسبة حدوث البنكرياتيك فيستولا بعد عمليات البنكرياتيك كانسر. الأسئلة في الآخر، يعني الأسئلة خليها في الآخر، يبقى في الوقت الأسئلة في الآخر. هنا في الجزء الاولاني بيقول بوست اوبريتيف بانكرياتيك فيستولا ووز ديتكتد في 34 بيشنتس بنسبه 54% في الباسيفيتايد جروب مش عارف ايه. ماشي، احنا محتاجين بس ايه الاودز ريشيو اللي هي طالعه 1 و93 من 100، 95% كونفيدنس انترفال 0.6 ل 2 و 2.8 والبي فاليو 0.3. هنا الاودز ريشيو طالعه
اكتر من الواحد بس بنسبه بسيطه، والكونفيدنس انترفال هنا معديه بالواحد، والبي فاليو طالعه انسيجنيفيكانت. ف هنا يعني مثلا لو شلنا البي فاليو خالص، ممكن نعرف اذا كانت الاستادي ديت او الداتا ديت statistically significant او لا، وكلينيكالي significant او لا، من خلال الكونفيدنس انترفال ومن خلال الاوز ريشيو نفسها. يعني الاوز ريشيو طالعه 0.3، ده ما يدنيش، يعني ده مش حاجه كلينيكالي تديني فاليو. يعني ايه الباسيريوتايد مثلا؟ يعني ايه الباسيريوتايد بيقلل نسبه حدوث البنكرياتيك فيستولا اكتر من الهيدروكورتيزول بنسبه 1.3؟ دي في الكلينيكال سيجنيفيكانس ما تدينيش اي اهميه. وغير كده في الكونفيدنس انترفال، هنا الكونفيدنس انترفال هنا معديه بالواحد، يعني النتائج اصلا استاتستيكالي انسيجنيفيكانت. تمام كده. في البيزلاين كاركترستكس او جدول البيزلاين كاركترستكس، هو هنا مستخدم الميديان والاي كيو ار زي ما قلنا في الديسكريبتيف ستاتستكس. يعني هنا الداتا ديت ابنورمالي ديستريبيوتد، وهو هنا استخدم في حساب السنترال تندنسي ميديان وفي حساب الديسبرجن استخدم الانتر كوارتايل رينج. زي ما قلنا ان الميديان بيجي دايما مع الاي كيو ار، والمين بيجي معاه اس دي. طب هنا في البي ام اي استخدم مين واس دي ليه؟ لان البي ام اي لما جه يعمل له ديستريبيوشن تيست او الاختبارات الاحصائيه اللي هي بتبين اذا كان الداتا نورمالي ديستريبيوتد او لا، لما عمل الاختبار ده البي ام اي طلع نورمالي ديستريبيوتد، فبالتالي استخدم مين واس دي. فانا في اي بحث لما اجي اعمل الاختبار بتاع الاختبارات بتاعه اللي بتبين لي اذا كانت الداتا نورمال ديستريبيوت او لا، بعملها لكل الداتا اللي معايا، بحيث ان انا الداتا اللي هي نورمال ديستريبيوت بعبر عنها في البيز لاين كاركترستكس بالميديان والاي كيو ار، والداتا النورمال ديستريبيوت بعبر عنها بالمين والاس دي، والداتا الابنورمالي ديستريبيوت بعبر عنها بالميديان والاي كيو ار زي في المثال اللي معانا ده. تمام. المحاضره الجايه ان شاء الله هنعرف يعني ازاي نختار الاستاتستيكال تيست المناسب للداتا بتاعتنا، وازاي نعرف ازاي بقى هنبدا اول المحاضره الجايه هنبدا في الاس بي اس اس، هنعرف بقى الداتا فيو والفاريبل فيو، وازاي نعمل الاختبارات اللي هي بتشوف لي اذا كانت الداتا نورمال ديستريبيوتد او لا، وهنعرف نعمل الديسكريبتيف ستاتستكس، وكمان هناخد يعني ممكن ناخد بعض الاختبارات الاحصائيه مثلا زي independent sample t-test او حاجة يعني. فلو الوقت كان مناسب، يعني لو الوقت اسعف. تمام كده. ده الريفرنس اللي انا جايب منه البيبر اللي فاتت ديت. البيبر دي منشورة في مجلة جامعة سيرجي.